التضخم ده موضوع يعني نقدر نقول نزل للشارع ودخل البيوت ودخل حياة الناس، ما بقاش مجرد موضوع أكاديمي في كتب. ده يعني أنت يمكن لو ابتديت تلعب في مؤشر الراديو اللي قدامك توصل تلاقي، لو لقيت محطة أجنبية تسمع واحد بيقول انفليشن، في كل حتة دلوقتي الكلام عن التضخم. احنا عاوزين ندخل للموضوع دخلة بسيطة خالص، فنقول ان العمود الفقري بتاع الاقتصاد كله هو قانون بسيط خالص اسمه قانون العرض والطلب، الندرة والوفرة. الندرة هي اللي خلت الذهب غالي، والوفرة هي اللي خلت الصفيح رخيص والخيش أرخص. كل ما زادت الوفرة كل ما زاد العرض يحصل إيه؟ يقل الطلب ينزل السعر. ده القانون بسيط خالص، بينطبق على كل حاجة حتى على العملة. يعني إيه؟ يعني مثلا لو الفلوس كترت ترخص، وهو ده التضخم في ثلاث كلمات. التضخم في ثلاث كلمات يعني الفلوس كترت ورخصت بناء على القانون الأزلي والسنة الكونية في الاقتصاد اللي اسمها العرض والطلب. 10 جنيه بقت قيمتها أقل من 10 صاغ. ليه؟ لأن الفلوس كترت وبالمقابل ما زادش الانتاج، انما زي ما هو محدود وقليل، فكانت النتيجة ايه؟ ان كل الكميات الزايدة من الفلوس بنشتري بها نفس الانتاج المحدود القليل، وبالتالي يحصل غلاء على طول. وممكن يعني نديكوا نموذج من التضخم واضح جدا، زي مثلا في الدول المتخلفة اللي فيها الحكومة تقع في أزمة فتطبع فلوس. طبعا دي عملية تزوير وعملية غش لما تطبع فلوس من غير مقابل من الإنتاج. يعني كان زمان دايما الجنيه له مقابل رصيد ذهبي، دلوقتي عشان الحكومة تطبع بنكنوت بتطبعه في حدود الكم المجمل بتاع الإنتاج. يعني عندنا بترول قد إيه، عندنا قطن قد ايه، عندنا منتجات قد ايه، دي ثروتنا الحقيقيه، بيطبع دايما في حدود هذه الثروه عشان يبقى الورقه ما هيش مجرد ورقه، تبقى لها رصيد. لكن في الدول المنهاره ممكن يجي حاكم بكل بساطه يواجه ازمه بانه له لا عارف يستلف ولا يجيب قروض ولا يبقى في انتاج ولا في روح طابع، اطبع يا عم، بصرف النظر عن ثروة البلد ايه وانتاجها ايه، وتكون النتيجة ان الفلوس تكتر بدون اي مقابل ولا في انتاج ولا في اي حاجة. فممكن توصل الحكاية ان يبقى الجنيه تمن وتمن الورق اللي مطبوع عليه خلاص، وده هو الافلاس الكامل. بقى بتبقى دي حكومة انهارت وتنتهي بسقوط النظام كله. ده نموذج يعني اللي هو الساذج جدا من التضخم، نموذج مفضوح. وهل في علاقة بين التضخم والدين مثلا او التضخم والايمان؟ اقول لكم في علاقة، وعلاقة كبيرة جدا. العلاقة دي هي الربا، والعلاقة بين الفوائد الربوية وبين التضخم. دي مسألة مؤكدة، ولازم انتوا اللي بتتتبعوا من اللي حاصل في مقاومة ميز تاتشر للتضخم، وازاي انها كانت حريصة جدا على خفض سعر الفايدة عشان ما يزيدش التضخم. ليه؟ لان لما يجي المستثمر ويستلف من البنك عشان يعمل مشروع، فالبنك يديله بفايدة عالية، فايه اللي بيحصل؟ مثلا ده مشروع امصان ولا مشروع ملابس ولا 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 ولا، هو مضطر يسدد الفايده على اقساط. هيجيبها منين؟ هيجيبها من عرق الناس الغلابه اللي هو هيبيع لهم القمصان، فيرحل الفايده ويعملها زياده سعر في كل قميص
والغلاء والتضخم توأمة على طول. فهو أكبر حاجة تصنع الغلاء هي الفوائد الربوية، لأن دايما الفوائد الربوية بتترحل على المستهلك. وعشان كده ميزة تاتشر في بداية حربها على التضخم خفضت سعر الفايدة على الاسترليني في البنوك لحد أدنى، ما رفعتهاش إلا بعد حرب الدولار والاسترليني، اضطرت ترفع 2% عشان تواجه الحرب بتاع الاسترليني والدولار. المسألة بتاع الفوائد الربوية مسألة مرتبطة بالتضخم 100%. كل ما تزيد الفايدة الربوية يزيد الأسعار على طول. ليه؟ لأن هي الفوائد الربوية، مين بيدفع الفوائد الربوية؟ اللي بيدفع الفوائد الربوية هم اللي استخدوا سلف من البنوك عشان يعملوا مصانع ويعملوا استثمارات كبيرة عشان يرد للبنوك الفوائد دي، وهي بتبقى الفوائد دي مجموعها مليارات، فياخدوها من عرق الناس فيزودوها الأسعار فيحصل غلاء، والغلاء يجيب التضخم. دايما مربوطين ببعض الغلاء والتضخم. وعشان كده التضخم لا شك التضخم داخل فيه عناصر كتيرة جدا، عناصر أخلاقية، عناصر اقتصادية، عناصر دينية، عناصر عسكرية، عناصر صراع قوة، كل ما يخطر على بالك داخل في موضوع التضخم ده. فالحل الحقيقي لمسألة التضخم هو انفاق أقل وإنتاج أكتر، ببساطة كده من غير اللوغاريتمات ولا تعقيد. حل التضخم وعلاج التضخم انفاق أقل وإنتاج أكتر. واللي هيساعد على الانفاق الأقل إيه؟ الادخار، أسهم الادخار، أسهم الاستثمار، إن فيه يبقى فيه مشاريع تاخد الفلوس النايمة من تحت البلاطة وتحولها إلى إنتاج. يعني أنا نفسي أقول حاجة، إن مش عاوزين نحمل الحكومة أخطأنا. دايما إحنا بيجي باللوم على الحكومة، أي معاناة يقول لك الحكومة النظام الحكومة النظام. أنا بقول الحكومة هتنجح بينا إحنا، احنا ايدين الحكومه ورجلين الحكومه. ما الحكومه هتعمل لوحدها ايه؟ احنا ايدين الحكومه واحنا رجلين الحكومه. واذا كان الجنيه المصري سعره مش تمام فالسبب ان احنا مش تمام. الحل ان احنا لازم نشتغل زي ما شفنا مساله عمل وانتاج، هي مش قضيه انشاء ولا قضيه مظاهره ولا قضيه هتاف ولا اضرابات ولا ابدا، ده قضية عمل وإنتاج. يعني التلميذ في مدرسته يجتهد، العامل في مصنعه يجتهد، الفلاح في مزرعته يجتهد، كل ده يجتهد عشان يزيد إنتاجه. 47 مليون عقل يشتغلوا يفكروا يجتهدوا يبتكروا يخترعوا تتحل جميع المشاكل، إنما 47 عقل كسلانين في نوم وخيبة معناها مجموعها صفر على طول. وحرجع أقول إن الوضع يدعو إلى التفاؤل، وإن في الواقع يعني ما فيش أي سبب لأي تشاؤم، لأن رغم كل شيء فإحنا عايمين على بحر من الثروة. البلد فيها خير كتير، يعني هناخد بس بند الآثار وبند السياحة. أنا عاوز أقول لا تقول أسبانيا ولا إيطاليا ولا أي بلد في الدنيا فيها الآثار ربع ولا 1/10 من الآثار اللي موجودة في مصر. ده مصر فيها الآثار ابتداء من العصر الحجري للعصر الفرعوني للعصر المقدوني للعصر الروماني للعصر القبطي للعصر الإسلامي للفاطمي للعثماني للمملوكي، شيء عجيب خرافي. شواطئ أجمل شواطئ عندنا أجمل شواطئ، ده غير الكنوز اللي تحت الأرض واللي تحت البحر واللي تحت رجلينا. إنما المسألة تعوز همة، إن الشباب نفسه يتحول إلى سواعد وإلى همم وإلى عزائم ويبقى شباب بمعنى شباب. شباب يعني روح، الشباب يعني روح. نفسي أسمع الشباب يلوم نفسه مش يلوم الحكومة أو يلوم النظام. يوم حسمع شباب بيلوم نفسه ويعتب على نفسه هعرف إن احنا فعلا ابتدينا نمشي في الطريق الصحيح.